كان نفسنا والله ان يعني نهاوند هي اللي تبتدي مع حضراتكم النهارده وبجملتها الشهيره صباح النصر، بس من الواضح ان هي مش مكتوبه لكم يا حضرات. ادينا انا اللي ببتدي معاكم النهارده واقول لكم صباح الفل، صباح الخير، صباح الامل في اللي جاي ان شاء الله. طبعا امبارح كلنا شاهدنا لقاء على اقوى ما يكون الحقيقه، رجاله كانوا يعني عملوا عليهم وزياده رجاله منتخبنا. طبعا عندنا كلام كتير قوي قوي النهارده في حلقتنا هنقوله عن لقاء الامس، وطبعا كل لاعب حتى على حده من فريقنا ومنتخبنا القومي. هارد لك، قدر الله ما شاء فعل، وزي ما كنت لسه بقول لكم لسه الكلام كتير. صباح الفل عليك. طب تصدق بقى ان انا هقول لك صباح النصر؟ صباح النصر بجد، صباح النصر. ليه؟ لان القصه كلها يا كريم ان انت ماشي، انت ما خدتش البطوله بس انت طلعت بمكتسبات قويه جدا جدا. صحيح. يعني على الصعيد على الصعيد الثاني انت طلعت بمكتسبات كبيره، وبرده الكلام ده مش بنقول علشان ان احنا يعني نحاول ان احنا نقلل حده التوتر عندنا، او ان احنا نواسي نفسنا، او ان احنا نبين للعالم ان احنا برده مش فارق معانا. لا، القصه مش كده فعلا. انت لما بتمر بأي تجربة أنت بتخرج منها برضو بحاجات لازم تكون إيجابية، فإحنا فعلا عندنا مكتسبات كتيرة جدا جراء هذه البطولة. طبعا كان نفسنا أن احنا نفوز بيها ونستحق بصراحة، بس برضو على الصعيد الآخر أنت حاربت الآخر يعني وقت بشكل فعلا رجولي جدا، وبشكل وأداء الجماهير كلها فعلا. أنت بديت يا كريم البطولة بجد عندك غضب من الجماهير وعندك علامات استفهام، صعدت مرة واحدة بسرعة صاروخية، وآخر أربع ماتشات فعلا قدرت تكتسب احترام وتأييد ودعم وكل حاجة من صحيح. الجماهير المصرية والجماهير العربية وأي حد يعني بيشجع منتخب مصر، فده في حد ذاته نجاح. شفت روح قتالية في صحيح. المنتخب، طلعت بقائد صحيح. كبير جدا محمد صلاح، شفت التناغم اللي موجود، شفت الروح الحلوة بين الجماهير سواء زملكاوي أهلاوي بيراميدز مش مهم، انت شفت روح منتخب مصر وروح مصر موجودة. كل دي حاجات بتحسب لينا. وخلي بالك برضو من حاجة كريم، يعني احنا ما بنقولش ان احنا اقل، بس انت لعبت برضو منتخب تقيل، يعني عنده ماندي احسن لاعب، عفوا احسن حارس مرمى في تشيلسي كمان بيلعب، بتتكلم عن ناس من ميلان وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ماشي، فهي منتخب اكيد قوي جدا. لسه على كل حال عندنا فرصه اخرى ان شاء الله ربنا يعني يوفقنا، بس حقيقي انا هقول لك انا من الناس اللي بتقول لك احنا بجد عملنا اللي علينا وزياده. منتخب اتحاد اوروبي اللي كنا بنلعب ضده امبارح الحقيقه يعني بالزبط. لا بصي، هو يعني من الناحيه اللي انت او من الزاويه اللي انت بتتكلمي عنها، من ناحيه ان في مكتسبات، بطبيعه الحال في مكتسبات، يعني يكفي بس الشيفت اللي احنا شفناه من اداء غير مرضي وخطه غير موجوده الى اداء اكتر من رائع وخطط موجوده وروح حلوه وكل مع شيء من التحفظات، لكن دي بقى هي دي بقى الروح بقى اللي احنا متعودين عليها من لعيبه منتخبنا. وعلى فكره ده اللي خلى ان من امبارح يعني مع اخر يعني ركله جزاء في مباراه الامس لغايه ما احنا قاعدين مع حضراتكم على الهوا دلوقتي، كل التعليقات اللي كل الناس كاتباها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه كلها ماشيه في سكه عاش يا رجاله. أيوة. كنتوا قد المسؤوليه. ما يعني اللي عايزين نقوله ان ما فيش لوم على اللعيبه في اداء مرضي، وده اللي كنا بنقوله من قبل كده. على فكره في فتره من الفترات النهاوند انت نفسك كنت بتحاولي تفرملي كآبتي اللي انا كنت مزروط بيها الدنيا. أيوة. على كيروس وتحفظاتي والمراكز العجيبه اللي بيحط كل واحد في مركز غير مركزه وكل الكلام اللي اتقال. للامانه لا، حصل شيفت كبير طبعا، يعني حصل شيفت كبير وده شيء يحسب ليه بطبيعه الحال. لكن لما كنا متحكتنين ما هو كنا عشان شايفين ان في حاجات فيها شبه التقصير، لكن طبعا. لما تلاقي ان الناس عملت اللي عليها كسبتي بقى ما كسبتيش دي حاجات بتاعت ربنا. المهم ان احنا خرجنا من هذه البطوله يعني سعداء ومتحدين، هي دي النقطه. فان شاء الله معلش اللي جاي كره القدم ما فيهاش يعني ما لهاش كبير، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه اسمها حاجه مضمونه. فانت شفت منتخبات تقيله جدا ما تاهلتش، منتخبات ما كانتش فرصها كبيره وتاهلت، يعني ما فيش اي مشكله. المهم ان انت بتشوف المنتخب او الفريق اللي انت بتشجعه او بتنتمي ليه بيعمل اللي عليه في الارض، هو ده اعتقد الاداء او بيكون الشيء المرضي للجماهير كلها. فمعلش اللي جاي ان شاء الله احسن، ويعني ولسه اكيد عندنا فقره برضو هنتكلم في كل بقى الملابسات والكواليس اللي حصلت في المباراه بالامس. بس خلينا ننوه بقى في البدايه عن يعني فقراتنا. اتفضل. الجزء الثاني من حلقه النهارده حضرات هيكون عندنا فيها كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع طبعا النقد الرياضي، وطبعا كتير بقى من التفاصيل المتعلقه بمباراه الامس وتحليلها، ده هيحصل مع الاستاذ خالد عامر. وفقرتنا الثانيه هتكون فقرة طبية مع دكتورة دينا أبو سعود، وهنتكلم من خلالها عن تكوين خلايا الدم
بتفاصيل كتير قوي ليها علاقة بالعنوان ده. صحيح. احنا بس عايزين كمان ننوه لحضراتكم لان موعد خلاص يعني وصول البعثة، بعثة منتخب مصر خلاص، يعني زي ما حضراتكم عارفين احنا بنتكلم دلوقتي ان ساعة يعني هي غدرت من ساعة مبكرة في صباح اليوم العاصمة خلاص، ومنتجها إن شاء الله لعودتها للقاهرة بعد ما شاركوا. وهقول تاني شاركوا بشكل مشرف جدا يعني في بطولة الأمم الإفريقية. من المنتظر إن شاء الله كمان إن هي توصل البعثة لمصر في ظهر اليوم، يعني مجرد تقريبا ما البرنامج يخلص يكون أو تكون البعثة وصلت. فإن شاء الله خير يعني، مش إحنا كده كده مش متضايقين، وبإذن الله يعني اللي جاي زي ما كنا بنقول أحسن. يا مسهل الحال ان شاء الله. طبعا يعني يكون اللي جاي فعلا احسن، لان ده اللي كلنا بنحلم بيه ومش هنرتضي اي بديل عنه. يعني فكره يعني دلوقتي خلاص يعني كما هي عاده الاهلاويه بصفه خاصه، يعني بنقلب صفحه ونفتح صفحه. خلينا دلوقتي نفتح صفحه التصفيات طبعا المؤهله لكاس العالم ان شاء الله، ودي طبعا يعني من ضمن احلام كتير جدا 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 من المصريين الحقيقه. عايزين بس نبتدي حلقتنا بالتاكيد على امتناننا لكل لعيبه المنتخب وكمان للجهاز الفني والاداري المعاون. يعني عملتوا اللي عليكم وزياده، لعبتوا اربع مباريات 120 في 120 في 120 في 120. كل دي بتحسب، دي يعني من ضمن الحاجات اللي طبعا اكيد يعني كان ليها انعكاسات سلبيه كتيره جدا. لعبتوا فرق تقيله جدا، لعبتوا منتخبات قويه جدا زي ما انت كانت بتتكلم من شويه وبتحكي لحضراتكم، يعني السنغال لوحده منتخب بدون مبالغه هو اتحاد اوروبي. يعني لو سمعتوا الاسماء اللي هي قالتها كلها اهم من بعض وكلها اتقل من بعض، بتلعبوا منتخب فيه احسن حارس مرمى في العالم. فيعني الحقيقه استحقوا تحيه وتقدير الجميع بما فيهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا طبعا رئيس الجمهوريه، اللي بعت امبارح رساله لكل اللاعبين، كل لعيبه منتخب مصر بعد الخساره من السنغال، وكتبت الصفحه الرسميه للسيد الرئيس: اود ان اتوجه بكل التحيه والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكره القدم على ما قدموه من اداء عالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية. والحقيقة ده الإحساس اللي عند كل الناس، كل الشعب كمان، كل الناس عندهم الإحساس بأن يعني مفيش لوم على اللعيبة، الحقيقة عملوا اللي عليهم وزيادة، وفي الآخر هي كرة القدم. أنا بتفق معاك يعني، وأعتقد أي حد يعني هقول إيه مدرك لطبيعة فعلا هذه الرياضة بيتكلم أو بيضم صوته يعني لصوتك أو لصوتنا. على كل حال برضو نرجع نقول امبارح لو إحنا هنقيم نفسنا، إحنا شفنا لعيبة تقيلة قوي من عندنا امبارح، وأنا عايزة يعني أختص في كلامي أبو جبل بصراحة. طبعا. لا بجد بجد طبعا. يعني أبهرنا حقيقي والله. أنا كنت من الناس اللي لما شناوي طلع كنت قلقانة بصراحة، الحق يقال، ومش أنا بس، الناس كلها كانت قلقانة، والناس كلها قالت إزاي مش وقته، لا يا شناوي نزل أبو جبل أبهرنا يعني بجد. صحيح. ما شاء الله عليه، إن شاء الله برضو يبقى ليه طريق طويل جدا من النجاحات سواء مع الفريق اللي بينتمي ليه أو النادي بينتمي ليه أو يعني ليه منتخب مصر. بجد بجد برافو، إحنا كسبنا بقى أسماء، ما هي دي النقطة، أنت كسبت أسماء كبيرة جدا، فمزيد ومزيد إن شاء الله من التألق. خلينا بقى نروح لجوائز البطولة لأن برضو ده أمر مهم. توج السنغالي ساديو ماني لاعب منتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصد أدوارد ماندي إذا كنت بقول عليه بقول عليه دلوقتي حارس مرمى السنغال أفضل حارس مرمى في البطولة يا كريم. ما هو طبعا. تقيل بصراحة طبعا. هو يعني لا هو تقيل جدا وحارس مرموق لأن هو الأتقل في العالم كله وبيلعب في تشيلسي، يعني حاجة محترمة جدا بصراحة برضو الحق يقال. الكاميروني أبو بكر فينسون برضو يعني أحرز جائزة هداف البطولة برصيد هنا 8 أهداف، فمبروك مبروك للفائزين. أكيد إحنا بنتمنى كل الخير، ولكن أكيد كان نفسي أنا يعني، لأن أنت بتشوف برضو عندك، أنا كان نفسي محمد صلاح اللي يحصل عليها، وأعتقد كل المصريين والعرب ممكن، بس ما فيش مشكلة يعني، برضو ما فيش مشكلة، لسه قدامنا فرص كتيرة، لسه قدامنا بطولات كتيرة، ما فيش أي مشكلة، اللي جاي إن شاء الله أحسن. على فكرة ساديو ماني نفسه كان في تصريح لي يعني بيقول لنفس المضمون اللي أنت بتقوليه ده، في رسالة بيتوجه بيها لصلاح وبيقول له يعني ما معناه ستظل لاعب كبير ومحترم وأنا أقدر لك مجهوداتك في أرضية الملعب وأراك شخص جدير بالاحترام إلى آخره. وقال له كمان دي برضو الحاجة الحلوة، هو حاسس وعارف كويس قوي ان هو زي خلي بالك هما الاثنين بيفركوا وعايزين ياخدوا بطولات مع منتخباتهم، لان اللي ده ما حصلش مع الاثنين، فاهم ازاي؟ فدي تقريبا اول بطوله امم افريقيا يحصل عليها بطبيعه الحال ساديو ماني، لانه دي البطوله الاولى للسنغال عموما منذ تاريخ انشاء البطوله. وطبعا محمد صلاح في المقابل، بس هو يعني ساديو ماني قال له يعني لسه عندك فرص جايه متلاحقه ان انت تحقق الهدف ده، وان شاء الله ان شاء الله يعني يحصل ده.
طيب نروح بقى من منتخبنا الى فريقنا الى النادي الاهلي. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اعلن استخدام تكنولوجيا جديده في القياسات البدنيه للاعبي الفريق من بدايه المران الجماعي في الامارات، ويوجه الشكر لمجلس إدارة النادي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي عضو المجلس والأستاذ أمير توفيق مدير التعاقدات للمساعدة في سرعة التوصل لاتفاق لشراء وتشغيل هذه الأجهزة التكنولوجية الحديثة واستخدامها بشكل دائم مع كل اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتدائها تحت تيشيرتات اللاعبين في التدريبات وايضا في المباريات. بص التيشيرت دي يعني ناس كتير كانوا ما بيفهموش، يعني عايز اقول لك ناس صحابي كتير بيقولوا بيسالوني ايه ده؟ خلينا نوضح ايه هي دي. يعني هي ليها استخدام بها اجهزه كده بتبقى زي قميص بيتلبس للاعب تحت التيشيرت اللي هي بتاعه الفريق المنتخب. يعني بيحتوي الجهاز ده على جهاز تتبع بيسجل كل القياسات للاعبين، طبعا القياسات البدنيه، عشان نقول بقى ان لو احنا بنطبق هنا احنا النادي الاهلي اكيد الاول في الشرق الاوسط وافريقيا اللي بيستخدم ده، طبعا على غرار انديه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال توتنهام ليفربول، طبعا المنتخب الانجليزي المنتخب البرازيلي، يعني اسماء كبيره جدا. طبعا الاجهزه دي كمان بتبرز مفروض التفاصيل اللي هي بتخص الاحمال، نبضات القلب، الاداء البدني لكل لاعب اثناء التدريبات، وهو اللي بيساعد طبعا في كمان تطوير الاداء البدني وتقليل حجم الاصابات بين اللاعبين. فهي تعتبر حاجه حديثة جدا، يمكن دخلت عندنا عن طريق النادي الأهلي بنتكلم، لكن طبعا هي موجودة في أوروبا في نوادي مختلفة، وأعتقد بتبقى مفيدة جدا إن أنت زي حاجة بتبقى مسبقة لأي إصابة، يعني بتقدر إن أنت تعرف الحالة. إحنا شفنا إصابات ملاعب كتيرة جدا وشفنا وفيات كمان في الملاعب كتيرة جدا، فالجهاز ده ممكن إن هو يقلل الإصابات والوفيات بنسبة كبيرة جدا. أنت بتبقى عارف اللاعب واصل لفين لا قدر الله قبل ما يحصل أي حاجة. وكان عادة النادي الأهلي سباق دايما في هذا السياق، يعني هنتكلم بقى كتير حقيقة. طيب امبارح كمان من ضمن الأخبار كان في فقرات تمرينية بدنية خفيفة ومتنوعة للعيبة مع تخفيف الحمل البدني، وذلك لتفادي حالة الإرهاق طبعا بعد الجهد الكبير اللي بذله اللعيبة في لقاء مونتيري. كمان كان في تدريبات قوية للحراس مصطفى شوبير وحمزة علاء، بجانب طبعا مران استشفائي للطفي طبعا لتفادي الإرهاق قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا إن شاء الله في نصف نهائي مونديال الأندية. وطبعا ده اللقاء اللي كلنا قاعدين برضو بندعي له وبنقول يا رب إن شاء الله يسهل الحال لفريقنا. طيب هو برضو يعني استكمالا للخبر بتاع كريم، كمان اطمنا على المهاجم بتاعنا حسام حسن الخضع برضو لاختبار يعني واثبت الحمد لله شفائه تماما من الاصابه دي، اعتقد ده حاجه ايجابيه او ده خبر كويس، واصبح خلاص جاهز للمشاركه في المباريات. في ختام كمان التدريبات حرص الجهاز الفني بقياده موسيماني ان هو يخصص فتره تدريبيه خاصه بالتحديدا بالتصويب والضربات الثابته على المرمى، برضو بدون هنا بنتكلم ودي بقى النقطه المهمه زياده الحمل البدني على اي لاعب، خاصه زي ما احنا بنقول ان هم يعني فيهم بقى خدوش وهم عايزين راحه يعني بعد طبعا الماتش واستعدادا اكيد لبالميراس. فكل التوفيق، ومهم جدا فكره هنا برضو بدون احمال، نشوفنا برضو اصابات يا كريم الفتره اللي فاتت كانت لزياده الاحمال، اتكلمنا ده مع كابتن امير عبد الحميد امبارح. صحيح. النهارده وفد النادي الاهلي برئاسه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره يعني بيستأنف بقى نشاطاته ولقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية الموجودة في دولة الإمارات الشقيقة طبعا على هامش مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. هيعقد الوفد سلسلة من المقابلات لتسويق عضوية النادي الأهلي وأيضا تعريف أعضاء الجالية المصرية بالإمارات بكافة المزايا التي يوفرها الانضمام إلى نادي القرن، وكمان الخدمات والامتيازات طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وكل فروعه مدينة نصر والشيخ زايد وأيضا التجمع الخامس. النهاردة الوفد في عجمان، ويوم 9 فبراير إن شاء الله في النادي المصري بالعين، ويوم 10 في أبو ظبي. وطبعا بالمناسبة يعني الأيام اللي فاتت دي كان في إقبال كبير جدا الحقيقة من كافة أعضاء الجالية المصرية الموجودة في دولة الإمارات الشقيقة، كل عايز يشترك طبعاً في عضوية النادي الأهلي وينضم إلى أسرة النادي، فطبعا أهلا بالجميع. طيب تعال بقى نروح للدوري الإسباني. امبارح كان في ماتش قوي قوي برضه، لا قوي قوي، برشلونة
يعني عمل هزيمه ساحقه زي ما بيتقال باتلتيكو مدريد 4-2 طبعا ضمن منافسات الجوله 23 من الدوري الاسباني. بس ماتش فعلا كان قوي قوي. الغريب هنا كريم برشلونه كمل المباراه يعني ب 10 لاعبين، ده من الدقيقه اللي هي كانت تقريبا 69 او 70 بعد طرد الظهير الايمن طبعا وهو حد تقيل داني الفيس. ده بكده رفع بقى برشلونه رصيده بعد ده بالفوز طبعا الثمين ل 38 نقطه حصدها من 22، ده مجمل يعني المباريات. اقتنس المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا بفارق هنا نقطتين من اتلتيكو مدريد، بينما يتصدر كمان ريال مدريد قائمه الدوري برصيد هنا تحديدا 50 نقطه، يعني بنتكلم بفارق تقريبا 3 نقاط امام اشبيليا اللي لعب 23 مباراه. فلا الدوري الاسباني ولع تاني فيعني طيب تعالوا بقى زي ما بنعمل كل يوم نتعرف وبالتفصيل على درجات الحراره النهارده وحاله الطقس هتكون عامله ازاي، ونرجع بعدين نكمل اخبارنا. اتفضل. طيب على كل حال لسه طبعا الفقرة الأولى وأخبارنا ما خلصتش، بس قبل ما نطلع فاصل عايزة أروح كده سريعا وانقل لحضراتكم الصورة على السوشيال ميديا. أنا بحب أتابع، أنت عارف دي لعبتي يعني كل البلاتفورمز على السوشيال ميديا، بس تحديدا أنا أكتف أكتر على تويتر. يعني بجد امبارح لو إحنا بقى هنعكس الناس والجماهير شايفة إيه، أنا عايزة أقول لك أنا شفت تويتات كمان من أجانب يعني هم بيشجعوا منتخب مصر، كل واحد حر يعني هو بيشجع منتخب مصر. بجد شفت تويتات كتيرة جدا من أجانب كانوا بيشكروا في المنتخب المصري، وفي منهم اللي بيشكر في كيروش، وفي منهم اللي مش بيشكر اللي بيقول كلام يعني جميل 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 في محمد صلاح. فبجد حاجة مشرفة، هو ده اللي أنا كنت بتكلم فيه. يعني في الأول وفي الآخر أنت خرجت من هذه البطولة بشكل مشرف، هي دي النقطة، أو بشكل أنت في الآخر عارف أنت لو كان الوضع معكوس اللي هو خدنا البطولة بس كان لعبنا وحش قوي كنا هنبقى مبسوطين، بس في نفس الوقت مش راضيين عن اللي بيحصل ومش عندنا طموح للي جاي. خلي بالك اللي حصل ده برضو مديك أمل للي جاي، يعني خلاص انت قلت احنا لعبنا حلو قوي ففي أمل إن شاء الله للي جاي. لو كنا كسبنا وما لعبناش كويس كنا هنبقى قلقانين جدا جدا على الفترة اللي جاية. لا وخصوصا وخصوصا إن كان في أمارة بتأكد فكرة إن اللي جاي ممكن يبقى فعلا أحلى من وجهة نظرك، يعني طبقا للكلام اللي أنت بتقوليه، إن إحنا شفنا لما حصل ضغط جماهيري وانتقادات في محلها لأمور كانت غير مرضية لكل الناس، لا شفنا إن حصل شيفتنج للأمور والدنيا ابتدت تتظبط وكل واحد رجع مركزه، وبقينا نشوف في اخر كام لقاء لا ده منتخب مصر المعتاد. وعلى الصعيد يعني الثاني يا كريم برضو لما شفنا دعم وشفنا الثقه وشفنا تشجيع من الجماهير برغم اي شيء برضو لقينا ده مترجم في الارض او على الملعب بشكل صحيح. ايجابي جدا صحيح. وشكل فعلا حلو. فيعني الاثنين انا بتفق معاك بوجهه نظرك ووجهه النظر برضو اللي انا بتكلم بشانها. فلا كانت روح حلوه جدا سواء من الجماهير للمنتخب للمدير الفني للعيبه مع بعض. على كل حال فاصل سريع هنرجع نكمل.
عارف برضه كريم من المشاهد الايجابيه امبارح، انا وجهه نظري يعني دي مشاهد ايجابيه جدا، عوده الحياه مره ثانيه لطبيعتها، بس طبعا وفقا للاجراءات الاحترازيه. يعني بمعنى امبارح هتلاقي كل المولات، كل الكافيهات، كل المطاعم فولي بوكت، تمام، الناس كلها في زحمه طبعا بتبقى. يعني عايزه انا امبارح مروحه قبل الماتش. انت رحتي النادي صحيح ولا كنت قلت لا لا كنت هتفرج على كنت هتفرج في الشيخ زايد، بس كان من الصبح بره فتعبت كنت رحت اتفرج في البيت، فعشان اوصل بيتي انا جنب بيتي في كافيهات كتيره. انا وصلت في نص ساعه يعني لحقت الشوط الاخير النص الثاني يعني من الماتش. فكان يعني في حياه، الناس رجعت. انا المشهد ده بصراحه كنت نفسي وكلنا كان نفسنا ان احنا نشوفه مره تانية. بس طبعا عايز اقول لك وفقا للاجراءات الاحترازيه فعلا كل الكافيهات السانيتايزرز موجوده، الناس كتير كانت لابسه ماسكات، يعني ما لسه الحياه مش هترجع بالمشهد الطبيعي بتاع زمان، بس ابتدت. فاكر من سنه الوضع كان حزين يعني بالظبط. وبعدين مؤخرا على فكره بقى ده في توجه عالمي، يعني في دول كتير زي الدنمارك مثلا دلوقتي فتحت بقى كل الكلام، بعدين ايه حتى قيود على السفر من والى الدنمارك تمام، وفي ناس ما بقاش الفاكسين بيفرق معاها. الله يفتح عليك، عامله بي سي ار مش عامله، لابسه كمامه مش لابسه، خلاص لازم. الاقتصاد برضو خلي بالك بيؤثر طبعا. لو الدراع جنبك بس مهما حصل يجب ان تعود الحياه يعني لمسارها الطبيعي. ما هو مش يعني مش منطقي ان احنا نفضل عايشين سنوات طويله بشيء مش مألوف لينا، يعني برضو مهما حصل كل حاجه ده كان بشر ايجابي. كانت فرصه ان احنا برضو نغير يعني شويه من عاداتنا اللي كانت بيني وبينك. أيوة. كانت لازم تتغير. انت عارف احلى حاجه عجباني يعني. ان المحلات بقت زي اوروبا بتقفل متاخر سوري بدري. حتى اماكن السهر المطاعم اللي بتتاخر واحده تقفل. انا بالنسبه لي دي كان حاجه امنيه عندي من زمان. مش عارفه زمان كانت الناس تبتدي تخرج 10 و11 بالليل، 10 و11 بالليل ده بندخل ننام. فاهم انا بالنسبه لي ده بصي انت عكسي انا لا عارفه. لا سيبك انت، دي برضو من السمات المميزه ان انت عندك اماكن معينه في مصر من ضمن عناصر الجذب اللي فيها. لا يا كريم بدون مبالغه والله، انت 24 ساعه عايزه تاكلي هتلاقي اكل، عايزه تشربي هتلاقي. ماشي ما الدليفري موجود، انا بتكلم على الاماكن تبقى مفتوحه والصحصحه والنبض والايقاع والناس اللي قاعده وماتش الكوره اللي بيتلعب في الشارع جانبي على يعني فاهم قصدي؟ في عالم احنا ده طعم الشارع المصري من قديم الازل وخصوصا في الاماكن الشعبيه. لا ما الاماكن الشعبيه زي ما هي اعتقد مش طبعا الى حد كبير الى حد كبير طبعا روح مختلفه وبتبقى جميله وبالذات في الاعياد وفي رمضان والحاجات طبعًا. دي طبعا. على كل حال خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين. مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الفل والخير عليكي، وسامعينك طبعا انقلي لنا يعني اخبار النادي الاهلي اللي معاكي، وعايزه تنقلي لنا برده الاجواء الخاصه بردود الافعال. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما أبدأ فقرة أخبار النادي حابة طبعا أقول منتخبنا الوطني يعني هارد لك، خلتونا كلنا فخورين بيكم وشرفتونا طبعا في بطولة كأس الأمم الإفريقية. يعني يمكن خسرنا البطولة لكن كسبنا منتخب رجالة، إن شاء الله كمان هتعوضوها في التأهل لكأس العالم، شرفونا كالعادة الشهر القادم أيضا أمام السنغال. خلونا بقى دلوقتي نبدأ فقرة أخبار النادي، والبداية من ناشئين كرة القدم. 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش برباعية نظيفة، ده طبعا كان ضمن الجولة 16 من بطولة الجمهورية. يعني أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب يوسف عفيفي، لاعب أحمد فكري، عمرو خالد وإسلام عبد الله، وبكده يكون رفع النادي الأهلي رصيده ل 34 نقطة، إن شاء الله يستمروا على هذا الأداء. كمان سيدات كرة الطايرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق الزهور، المباراة هتكون الساعة 4 على صالة الزهور ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني خليني أقول لكم أنه حتى الآن سيدات كرة الطايرة محققين العلامة الكاملة في البطولة، طبعا يعني الحقيقة أن ده المعتاد من سيدات كرة الطايرة. كمان رجال كرة الطايرة النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم استعدادا للمباراة القادمة، المباراة هتكون غدا أمام فريق بتروجيت الساعة 4 العصر على صالة مصر لل بترول، طبعا ده ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة ان ايضا رجال كرة الطايرة ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة بيستأنفوا تدريباتهم النهاردة استعدادا لمباراة غدا، مباراة غدا هتكون امام فريق الطيران ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. حتى الان سيدات كرة السلة ايضا الحقيقة عاملين بطولة كبيرة جدا، يعني اخر مباراة قدروا يفوزوا على فريق الشمس، طبعا المباراة كانت يوم السبت الماضي، والحقيقة
الحقيقة أن سيدات كرة السلة عملت مباراة كبيرة جدا. خلونا بقى أخيرا نروح للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة بيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني، طبعا ده بعد التأهل لربع نهائي بطولة كأس مصر بالفوز على سموحة. المباراة القادمة هتكون يوم الخميس أيضا أمام فريق سموحة، لكن هتكون ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هتكون أكيد مباراة كبيرة لأن لسه مواجهين فريق سموحة، لكن رجال كرة اليد كالعادة إن شاء الله هيكونوا على قدر المسؤولية. أخيرا بقى نروح لسيدات كرة اليد، النهاردة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب على فترتين. الفترة الأولى هتكون تدريبات بدنية الساعة 5 على صالة الجيم، وبعد كده هيكون في تدريبات فنية بالكرة على صالة النادي الأهلي هتكون من الساعة 6 ل 8. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان سيدات كرة اليد عندهم فترة توقف، مفيش مباريات هذه الفترة، لكن هم بيستعدوا بشكل قوي جدا للفترة القادمة ولاستئناف المباريات اللي هيكون يوم 11/3. يعني طبعا بتمنى لهم كل التوفيق، وخلوني افكر جميع مشاهدينا انه سيدات كرة اليد حتى الان محققين الفوز في جميع المباريات اللي خاضوها هذا الموسم. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله زي الموسم اللي فات يحققوا ثلاثية هذا الموسم. يعني دي كانت ابرز الاخبار. كمان يا نهواندو يا كريم، خليني انقل لكم الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. زي طبعا ما عودناكم دايما في 10 الصبح في الاهلي، درجة الحرارة دلوقتي 17. الاعضاء بدأوا بالفعل التواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني كمان قبل ما اختم كلامي، طبعا حابة اتمنى لرجال كرة القدم كل التوفيق في مباراة غدا امام فريق بالميرس البرازيلي، ان شاء الله كمان يفوزوا في مباراة غدا ويتأهلوا لنهائي كأس العالم للأندية. يعني الحقيقة النادي الأهلي دايما علمنا أنه مفيش مستحيل. يعني دي كانت أبرز الأخبار وكمان الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية رائعة بنشكرك عليها جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. زي ما انت قلتي منتخب الأهلي، عفوا فريق الأهلي أو النادي الأهلي عودنا أن مفيش مستحيل، ومنتخب مصر أيضا أنا مصممة على هذا الكلام برضو، عودنا أن مفيش مستحيل مهما يعني كانت الظروف أو حتى بطولة راحت مننا، لا مفيش مستحيل، دايما بيقف مرة تانية على رجله ودايما بيسعدنا وبيشرفنا. صحيح. شكرا لك يا هنا. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي إلى الصحافة الرياضية، وهنروح تحديدا إلى مقر جريدة البوابة نيوز وزميلة العزيزة نورهان طمان اللي هتعرفنا على أهم الأخبار وأهم المانشيتات اللي جاءت في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية زي ما عودناكم، وطبعا كل الأخبار معانا أو معظمها عن خسارة منتخب مصر للأسف في نهائي كأس الأمم الأفريقية، واحنا طبعا بنواسي لاعبتنا وبنقول لهم كنتوا رجالة وشرفتونا رغم الخسارة، كلهم بلا استثناء سواء المحليين أو المحترفين. خلينا نروح لأول أخبارنا من موقع البوابة نيوز. بعد خسارة اللقب الإفريقي، ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح: يجب أن تكون فخورا. وجه الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طبعا نجمنا محمد صلاح رسالة خاصة للاعب بعد خسارته أمس طبعا نهائي كأس الأمم الأفريقية زي ما قلنا أمام منتخب السنغال. ونشر الحساب الرسمي لليفربول تغريدة قال فيها: كل المواساة لمو صلاح، يجب أن تكون فخورا بهذه البطولة الرائعة. وتاني خبر معانا من موقع في الجول، رسالة أيضا من ساديو ماني لمحمد صلاح: أكن لك كل الاحترام، ما زال أمامك العديد من الفرص. في تصريحات تلفزيونية قال نجم منتخب السنغال ونجم فريق ليفربول أيضا أوجه رسالة لنجمنا المصري محمد صلاح بعد طبعا تفوقه عليه بالأمس، وطبعا ده كان عبر زي ما قلنا يعني تصريحات تلفزيونية. قال أنه فوز بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة أمر لا يصدق، وقال إنه الأمر كان صعب علينا جدا لكننا آمنا إن احنا هنفوز باللقب، وقلت لمحمد صلاح: أنت ستبقى دائما لاعب كبير وأنا أكن لك كل الاحترام. ومن موقع صدى البلد: رغم الخسارة في نهائي أمم إفريقيا، منتخب مصر يحصد 2 مليون دولار و75 ألف.
طبعا عايزين نقول لكم انه الاتحاد الافريقي يمكن كان زود المكافئات الماليه في هذه البطوله عن البطولات السابقه، واقر الاتحاد الافريقي الجوائز الماليه ل يعني يمكن المراكز المختلفه. خلينا نقول لكم انه البطل وهو طبعا منتخب السنغال هيحصل على 5 مليون دولار، والوصيف اللي هو منتخب مصر هيحصل على 2 مليون دولار و75 ألف. كمان الفرق اللي صعدت لنصف النهائي اللي هي طبعا الكاميرون وبوركينا فاسو يعني هتحصل على 2 مليون و200 ألف دولار، أما فرق ربع النهائي فهتحصل على 1 مليون و175 ألف دولار. آخر خبر معانا بقى عن كأس العالم للأندية من موقع كورة، سداسية الهلال تدخل تاريخ مونديال الأندية. اكتسح فريق الهلال السعودي بطل قارة أسيا أمس نظيره الجزيرة الإماراتي بست أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يمكن فريق الهلال دخل التاريخ من أوسع أبوابه بحيث أنه سجل أكبر نتيجة في البطولة. كمان يعد هو أكثر الأندية السعودية تسجيلا للأهداف، وإن شاء الله هيقابل أو هيواجه منتخب تشيلسي يوم الأربعاء القادم في طبعا دور نصف النهائي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة البوابة نيوز. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية الصحفية المتميزة. ونبتدي بقى مع حضراتكم شوية أخبار كده على ما أسم ليها علاقة بالرياضات العالمية. صحيح. نروح للألعاب الأولمبية تحديدا اللي حقق فيها المنتخب الأسترالي أول فوز لي في تاريخ مشاركته في منافسات لعبة اسمها الكيرلينج، ودي من أمتع الألعاب مفروض الأولمبية، وده بعد فوزه على سويسرا. خلينا حضراتكم إلى كرة السلة، وزي ما أنتم طبعا عارفين دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية كالعادة بيكون دايما على صفيح ساخن كل مباريات كرة السلة في إطار هذا الدوري، واللي يعتبر واحد من أقوى دوريات كرة السلة على مستوى العالم. كل اللقاءات بتبقى ضرب نار، يعني ثلاثيات، مهارات فردية، دنكات، زي ما حضراتكم عايزين، كله موجود في أي لقاء حتى بشكل عشوائي في أي مباراة ضمن هذا الإطار. كان في مباراة برضو قوية جدا بين ممفيس جريزليز، واللي طبعا انتهت بنتيجة 135 نقطة مقابل 115 على أورلاندو ماجيك، وهنشوف مع طيب. دي كانت الفقرة الأولى اللي احنا متعودين عليها الإخبارية اللي بتضم أخبار مختلفة سواء عن الأهلي، الكرة العالمية، المنتخب طبعا، يعني الرياضة المختلفة كمان، تنس، هوكي، كل ما يفيد حضراتكم، كمان لو في أي حاجة حصرية، حاجة خاصة بالنادي الأهلي. دي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بقى هنروح دلوقتي فاصل ونرجع لها، وزي ما كنا بنناوها أنا وكريم فقرتين مهمين عندنا بقى الأهلي في المونديال، وهذا ملف في غاية الأهمية هنتكلم فيه بعد الفاصل مع الأستاذ خالد عامر الناقد الرياضي. والفقرة الثانية كريم هيكون معاه دكتور دينا أبو السعود تنورنا كل فترة علشان نتكلم معاها في ملف مختلف يهم حضراتكم طبعا والصحة العامة. النهاردة التوبيك هيكون عن خلايا الدم. خلايا الدم بالضبط، أعتقد ملف مهم. يمكن أنا نفسي مش فاهمة إيه خلايا الدم وإزاي ممكن الواحد يعني يجدد خلايا الدم بتاعته ويحافظ عليها، وإيه الفيتامينز المهمة وحاجات زي كده. إذن خليني أدعوك لمتابعة الفقرة دي. هتابع. هيتقال فيها شوية كلام من النوع اللي على مزاجي. طيب فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب بنرحب بيكم في اول فقره حواريه، ومش هنضحك على نفسنا، اكيد اكيد كلنا زعلانين طبعا، بس عندنا امل، هي دي النقطه، بس عندنا امل، ولسه عندنا كمان تحديات تانية مهمه، وعندنا كمان ملف زي ما كنت بقول لحضراتكم الاهلي في المونديال هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه ضيفنا المتالق حقيقي خالد عامر الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل. صباح النصر برضو يعني ما يضرش، يعني انا اعتبره نصر لانه اللي تحقق. صباح الفل كريم الاول. صباح العسل. صباح الفل. هنعتبره نصر طبعا لانه اللي تحقق ده ما كانش حد ممكن يحلم بيه فيما قبل البطوله. تجارب كتير من جانب كارلوس كيروش، قوام مش اساسي، بينضم لاول مره للمنتخب وبيعتمد على اغلبه باحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، مهند لاشين، باحمد ابو الفتوح، عدد كبير من اللعيبه، اكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، عدد كبير من اللعيبه. اكرم توفيق طبعا انضم قبل كده المنتخبات ولكنه مش في المركز ده، مش في مركز الباك اليمين، فبالتالي كانت المؤشرات كلها ما بتقولش ان احنا ممكن نعمل حاجه. مستوانا الفني متفق مع اغلب المتابعين سواء جمهور، نقاد، اي حاجه، ان مستوانا الفني ما كانش قد كده خاصه في دور المجموعات. ولكن الكلمه اللي انا كنت بقولها سواء بطلع احلل، سواء بعمل فيديوز عندي، سواء بكتب، سواء بتكلم مع اصحابي على القهوه، اي حاجه، انه احنا مصر، احنا كنا وسنظل مصر بتلعب باسمها، بتلعب بتاريخها، بأي مكان مين هو المنافس، احنا دايما منافسين على اللقب ودايما موجودين وحاضرين بغض النظر عن مستوانا الفني وبغض النظر عن الاسماء اللي موجوده على ارض الملعب.
اسمنا لوحده كفايه، اسمنا لوحده، وده تاكد بالفعل. انت لعبت يعني، انا بشفق جدا على اللعيبه. السنغال لعبت مين؟ السنغال لعبت راس الاخضر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه و120 دقيقه زينا، والضغط اللي كنا فيه زينا. لا احنا لاعبين اربع ماتشات، كل ماتش فيهم 120 دقيقه، فيهم ثلاث ماتشات وصلوا للبانلتيز، وده ضغط عصبي رهيب. طبعا لعبت خمس فرق، الخمس فرق مرشحين للقب، نيجيريا في دور المجموعات، بعدين كوت ديفوار، في مغرب، في كاميرون، في سنغال. انت قابلت بطوله صعبه جدا. اتصاب من عندك محمد الشناوي، اتصاب من عندك احمد حجازي، اتصاب من عندك الونش ورجع، اتصاب ابو الفتوح ورجع، اتصاب اكرم توفيق ابو جبل ورجع، ابو جبل ورجع، اتصاب عندك اكرم توفيق في اول البطوله، في اول خمس دقائق في البطوله ومشي. غاب عمر كمال عبد الواحد عن المباراه النهائيه بسبب الايقاف. لا انت قابلت ظروف صعبه جدا على اي منتخب. صحيح. ان هو يعرف يكيب اب او يجاريها. بس احنا منتخب مصر بمنتهى البساطه. طب انت شايف لقائنا بقى الـ 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 القادم او اللقاءين القادمين مع السنغال هيكونوا عاملين ازاي في ضوء مشاهدتك ورؤيتك لمباراه امبارح؟ انا خليني اقول على حاجه مهمه جدا. كل حاجه ليها ابس اند داونز، ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. صحيح. الجانب الايجابي، الجانب السلبي طبعا ان احنا خسرنا افريقيا، ولو كان حد سالني ما قبل المباراه كنت هقول ان انا عندي لا اكسب افريقيا وما تاهلش لكاس العالم، لانه افريقيا بتضاف الى سجل البطولات المصريه، بتعلي الرانك بتاع مصر، بتعلي فرص محمد صلاح في الحصول على لقب افضل لاعب في العالم وحاجات كتير جدا. وفرصنا في الحصول عليها اعلى بكتير من حصولنا على كاس العالم. بالظبط. احنا كاس العالم هنروح نشارك ثلاث اربع ماتشات ونتكل على الله. المشاركة في حد ذاتها مش الإنجاز، الإنجاز إن أنت تحقق لقب يضاف إلى سجل بطولات. طبعا. ده ما حصلش للأسف الشديد، فبالتالي عندنا كأس العالم. الأبس أند داونز دلوقتي إن أنت عندك أليو سيسي، أنت عرفت طريقة لعبه، لعبته في مواجهة مباشرة. بنتفرج على أليو سيسي المدرب بتاع السنغال، بنتفرج على اللعيبة إسماعيل أسار، كاليدو كوليبالي، كيتابالدي، شيخ كواتي، مندي، ادريس جانا جاييه، وحش في نص الملعب. بس كنت بتتفرج عليهم وانت يعني بتعجب بادائهم، بتعجب بطريقتهم في الملعب. المنافسه في ارض الملعب مختلفه، بتعرفك حاجات كتير عن الخصم، عرفت عنهم حاجات كتير وعرفت عنك حاجات كتير برضو. لما تروح للمباراه الفاصله او المباراتين الفاصلتين في تصفيات كاس العالم في شهر مارس ان شاء الله، في العشرينات من شهر مارس، هيبقى عندك خلفيه اكبر، هيبقى عندك استقرار اكبر في بطولات الدوري او البطولات المحليه عامه. فكارلوس كيروش هيبقى عنده القدره على ان هو يضم عدد جديد من اللاعبين اللي يقدروا يملوا المراكز اللي فاضيه عنده، او يحسنوا شويه من الاداء الهجومي. كل الكلام اللي بيتقال حتى في الاوف اير دلوقتي، كنا بنتكلم عن المنتخب ده، صح؟ كنا بنتكلم عن ده باريس سان جيرمان وليفربول وميلان وبايرن ميونخ، صح كده؟ طيب خليني انقل ده على منتخب مصر. هل احنا عندنا هذا الكم من المحترفين؟ كم ما عندناش؟ ما عندناش. لا بص، ايه السبب انه دايما محمد صلاح هو الكي بلاير بتاع المنتخب، ولو اتمسك محمد صلاح المنتخب كله بيقف؟ لانه احنا ما عندناش العدد من المحترفين الاساسيين في فرقتهم المؤثرين في اداء الفريق زي محمد صلاح ما عمل مع ليفربول. محمد النني للاسف الشديد بيجلس على مقاعد البدلاء، تريزيجيه لسه راجع من اصابه طويله، مصطفى محمد بيجلس على مقاعد البدلاء، عمر مرموش لسه ما عندوش الخبره. فاحنا ما عندناش الاستراتيجي اللي تخلينا ننوع مصادر الخطوره على ارض الملعب. عندنا محمد صلاح، بس عندك مهارات، عندك مهارات تخليك المفروض يعني ما تبقاش بتعاني من، مش هنقول عقم هجومي، هنقول يعني تحفظات على الاداء الهجومي. ماشي، بس انا الفكره في الموضوع، عندك مهارات عظيمه جدا. طبعا. عندك تريزيجيه ومصطفى محمد ومرموش، وعندك رمضان صبحي، وعندك زيزو، وعندك حتى المحليين. عندك عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين جدا، يشكلوا لك خط هجوم زي الفل. بس المحترف بيزغلل عين المدرب، سواء كان مدرب. خلاص كارلوس كيروش من اول يوم اعلنها اعتمادي الاساسي على المحترفين، والمراكز اللي ما عنديش فيها محترفين هطعمهم باي حد من المحليين. حتى لو مدرب
مصري زي كابتن حسام البدري قبل كارلوس كيروش، برضو محمد صلاح كان مزغل العينه اكيد، مخلي اللعب كله على محمد صلاح، وكل مدربين العالم عارفين انه اللعبه هيبقى على محمد صلاح، فبيقفل ناحيه محمد صلاح، واحنا مصممين نلعب على محمد صلاح، يعني ما ننوعش بقى اللعب خلاص لان محمد صلاح ممسوك نلعب على الناحيه الثانيه، لا احنا برضو هنلعب لمحمد صلاح وهو يتصرف، احنا ما عندناش مشكله في شوف له صرفه سعيد بالظبط كده، بص لصلاح وهو هيتصرف. ف دي سببها انه احنا ما عندناش حد مؤثر في الفريق بره، والاعتماد من جانب المدربين زي ما قلت المحترف بيزغل العين صح. المدرب الهدف اللي انا بقوله ده ايه؟ لازم محترفين، لازم محمد عبد المنعم يطلع احتراف، لازم عمر كمال عبد الواحد يطلع احتراف، لازم محمد صبحي الجون الصغير الشاب اللي نزل في ماتش المغرب ادى بشكل كويس يطلع احتراف، لازم يبقى عندك دكه كامله محترفين او تشكيله كامله من المحترفين المؤثرين مع فرقهم، لازم نغير المينتاليتي شويه بتاعت مصر، لان محمد صلاح من سنتين لما جه في مصر وقال لك اصل المينتاليتي في ليفربول وبتاع الناس اتريقت عليه ومسكت، واتضح انه فعلا المينتاليتي مختلفه. طبعا ما يقدرش يلعب لوحده، ومفيش حد بينجح لوحده ده، وبعدين دي لعبه جماعيه، فما اقدرش ان انا الوم يعني ابدا محمد صلاح، مستحيل، هي منظومه فعلا زي ما انت بتقول، هي منظومه فعلا، عشان كده الكلام اللي انا بقوله لحين ما نلاقي محترفين مؤثرين في فرقهم وبيلعبوا بشكل كويس ونقدر ننوع مصادر الخطوره في ارض الملعب، لازم كارلوس كيروش يبدا يعتمد شويه او يغير شويه من طريقه تفكيره فيما يخص مصادر الخطوره. هو بيطلع بالكره كويس جدا، ما عنديش مشكله في ده، بيستحوذ على الكره كويس جدا، وعامل عمق دفاعي كويس جدا، ما عنديش مشكله في ده، احنا من اقل الفرق اللي استقبلت اهداف في البطوله، ولكن فيما يخص العنصر الهجومي زي ما انت لسه قايل مش عقم، انا مش هقول ان هو عقم لان انت بتروح بس ما عندكش الفعاليه، ما عندكش النجاعه الهجوميه، او ما عندكش الاكيرسي على الجون، اوكي فينيشنج بالظبط كده، فلازم يبدا يغير شويه من مصادر الخطوره في الملعب عشان يبقى التيم ورك مش محمد صلاح هو الكي بلاير ونشوف بقى مين هيظهر له هيلعب له الكوره او هو هيشوط على الجون، لازم نغير شويه من مناطق اللعب او من مصادر الخطوره، ولكن انا متفائل جدا 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 بالجيل ده وبالمنتخب ده، منتخب مليء بالعناصر الشابه، منتخب فيه رجاله عندهم روح، شفنا فترات طويله جدا منتخب مصر كان بيعاني من غياب الروح ومن غياب في الاول كمان بالظبط كده، اخر 10 سنين ما بعد اعتزال الجيل الذهبي لحد الجيل الحالي شفنا كتير اجيال ما كانتش، بس كان ظاهر قوي في البطوله دي في اولها بصراحه، كنا مش شايفين منتخب اصلا في الاول، كان الموضوع صعب جدا، كان موضوع صعب جدا وامتدادا لصعوبه المنتخب في كاس العرب، ولكن انا هاعيد ده برضو، انا على فكره انا من أول يوم أنا في كأس العرب، على ذكر كأس العرب شفت منتخب صايص، ده عارف المصطلح ده اللي هو الشيء الصايص، هو كان صايص والدنيا ظبطت مع الجزء النص الثاني من بطولة أمم من بطولة أفريقيا. أمم أفريقيا أنا بأعيد ده لإيه؟ والله أعلم، أنا دلوقتي بتكهن وأنا مش في دماغ كارلوس كروش عشان أعرف، بس أنا يعني بحلل من وجهة نظري، كارلوس كروش جه ما فيش بطولات محلية، ما فيش تجمعات منتخب، قدامه 10 ايام وبطوله امم افريقيا تبدا او كاس العرب يبدا، وبعدها ب 10 ايام او 12 يوم بطوله امم افريقيا تبدا، مفيش وقت ان هو يبدا يحكم على اللعيبه او يضم العناصر اللي هو شايفها. كاس العرب كان بطوله تجريبيه بحته بالنسبه له، اخد فيها عدد العناصر المطابقين للفلسفه بتاعته، استبعد عدد مهم جدا من اللعيبه، مش عشان هم وحشين، عشان مش هيلحق يحفظهم الفلسفه بتاعته زي احمد رفعت زي محمد مجدي قفشه، ده ما يعنيش ان هم مش هينضموا في المستقبل، لا هينضموا بس لما يبقى عنده براح من الوقت يخليه يعرف يشربهم الفلسفه بتاعته. هل احنا بنتكلم في المستقبل ده ممكن في اللي جاي على طول ولا ان شاء الله؟ انا يعني بتكلم معتقد ده ان شاء بتكلم الله بتكلم طعم المنتخب بعض العناصر الجديده، بس يعني اعتقد انه مع انضمام عبد الله السعيد للمنتخب وما اداش الدور اللي كان من المفترض ان هو يؤديه وجلوسه على مقاعد البدلاء على الرغم من ان هو واحد من اميز اللعيبه وعنده خبرات كبيره والكلام ده كله، اعتقد انه محمد مجدي قفشه هيكون له دور شويه في المستقبل. المستوى اللي ظهر بيه عمر مرموش ما كانش على قدر التطلعات اللي كنا بنحطها عليه، خاصة بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه في ماتشين ليبيا، ما فضلش ثابت عليه خالص، ما كانش جيد، فبالتالي ممكن يبدأ يبص على الدوري المصري عشان يشوف هل في حد ينفع
يبقى بديل لعمر مرموش ولا لا؟ مين ابرز واحد موجود؟ احمد رفعت، فبالتالي ممكن احمد رفعت يبقى ليه دور، حسين الشحات ممكن يبقى ليه دور، في عدد من اللعيبه اللي في الدوري المحلي ممكن يبقى ليهم دور. الفكره في ايه؟ انه لما جرب في افريقيا وخد اللعيبه اللي مطابقين لمواصفاته او الفلسفه بتاعته، اخد اول، احنا كده كده هنتاهل من دور المجموعات ما فيهاش كلام، انت معاك غينيا ومعاك السودان، مع كامل الاحترام طبعا لمنتخب السودان، بس في فارق خبرات ما بين منتخب مصر ومنتخب السودان. حتى لو خسرت، هو حتى ماتش نيجيريا اللي هو كان اهم ماتش في المجموعه هو جرب فيه، ما جرب مصطفى محمد يلعب بيه هاف رايت، وجرب محمد صلاح سنتر فيرويد، يعني عك شويه في التشكيل عشان هو كان بيجرب. كان بيجرب ليه؟ عشان يعدي دور المجموعات، هو كده كده ضامن ان هو هيتاهل، يعدي دور المجموعات بدايه من النوك اوتس، يبقى خلاص استقر على الفلسفه واستقر على التشكيل واستقر على البدلاء واستقر على كل عناصر المنتخب بتاعته عشان يبدا يلعب بشكل كويس. وقد كان بدايه من ماتش كوت ديفوار في دور ال 16 المستوى اختلف 180 درجه. انا عندي سؤال معلش برضو يا خالد، يعني ده السيناريو اللي وصلنا لغايه هنا فعلا واللي اصبح مرضي رغم اعتراضات البعض عليه في البدايه، لكن هل لو كنا لعبنا في يعني منذ قدوم كيروش باللي احنا نعرفه بالمراكز الطبيعيه بالتكتيك الطبيعي اللي احنا بنكسب كنا بيه ما كناش برضو بنخسر، هل كان ممكن النتيجه تبقى مختلفه من وجهه نظرك؟ اعتقد انه هتبقى، لا مش مختلفه، هتبقى اسوأ. اسوأ؟ اه. ليه؟ لانه مثلا كابتن حسام البدري في الفتره او الولايه بتاعته مع منتخب مصر كان بيعتمد على الزون ديفنس، ما كانش بيعتمد على الضغط العالي. طريقه كارلوس كيروش دايما بتعتمد على الضغط العالي باثنين لعيبه على حمل الكره من نص ملعبهم عشان تكسب الكره في اماكن خطيره وتواصل الضغط او التهديد على مرمى الخصم. اوكي، اللعيبه شاربه طريقه 4-2-3-1 بزون ديفنس من نص ملعبنا من غير ضغط عالي. لو هو كان ضم عدد اللعيبه اللي موجودين في ولايه كابتن حسام البدري من غير ما يبص عليهم وطبق الطريقه بتاعته، ما كناش هنوصل هنا خالص اصلا. ما كناش هنوصل هنا، لانه اللعيبه اللي بتلعب مع كابتن حسام البدري ما يعرفوش يطبقوا طريقه الضغط العالي ب 4-3-3 بتحول ل 4-1-4-1 اللي بيعتمد عليها كارلوس كروش. عبد الله السعيد ما يقدرش يعمل ده. عدد كبير من اللعيبه ما تقدرش تعمل الضغط العالي المستمر طوال احداث المباراه. فبالتالي لا، كان لازم يجرب عشان هو عنده طريقه مختلفه او فلسفه مختلفه عن اللي سبقه، فبالتالي لازم ياخد العناصر اللي تعرف تعمل ده. اعتقد هو دلوقتي يعني جرب بما يكفي، جرب وقدامنا ان شاء الله شهرين، خير بقى في شهر لحد ماتش السنغال. انا متفائل جدا. احنا هنخلص في الذهاب ولا هنعمل ايه؟ يعني شايف ازاي بصراحه؟ يعني عارفه ان انت صريح في تحليلاتك او شايفها ازاي؟ هو الماتش خليني اقول ان هو صعب جدا، اكيد جدا طبعا. يعني طبعا. ماتش يكاد يقترب انه 60-40 للسنغال، ولكن انا لازلت مصمم على نفس الكلمه اللي قلتها بدايه من اول يوم في البطوله لحد وانا قاعد معاكم النهارده وانا بفتح الكلام بتاعي. احنا منتخب مصر، ال 60-40 دي مع توظيف جيد من جانب كيروش، مع الرغبه او الدوافع اللي هتبقى عند اللعيبه في تعويض هزيمه نهائي افريقيا، مع استقرار المسابقات المحليه واستقرار كارلوس كيروش في القياده الفنيه، وان هو هياخد وقت كافي عشان يظبط الدنيا كده، انا ال 60-40 دي ممكن تتقلب 60-40 لصالح منتخب مصر. هنخلص في الذهاب، الذهاب عندنا طبعا في مصر، وبعدين الاياب هيكون في السنغال. وفرصنا في كذهاب افضل اعتقد، خصوصا الروح انت عايز تثقل بقى لو هنتكلم. انا بس يعني رساله الى المسؤولين، ان جاز لي ان اسال. لا حقك يا فندم. اتمنى فول كاباسيتي ستاديوم، لانه بتفرق جدا جدا. يعني احنا شفنا الاهلي في الامارات وسط ناسنا واشقائنا الاماراتيين والمصريين بالظبط، وسط الجاليه المصريه العظيمه اللي موجوده هناك، شفنا الاهلي بيلعب على الاستاد بتاعه. الكلام ده كلام مش جديد، ده عبر التاريخ. يعني دور واهميه وجدوى وجود جماهير غفيره بتزقر في ارض يعني مدرجات الاستاد مفروغ منها، بس احنا عايزين قبل ما برده ما الوقت يسرقنا بالظبط، ما تيجي نروح شويه للاهلي، نروح حتى ناخد فكره مع بعضينا كده. وكيف رايت لقاء مونتيري وماذا تتوقع بالنسبه للقاء بالميراس، وخصوصا ان هم اكيد جايين برضو وفي ضغينه بقى مكتومه جواهم من النسخه اللي فاتت من كاس العالم. ما هو نفس الكلام اللي كنت بقوله على السنغال ومصر، انه احنا هنبقى محملين بدوافع ان احنا ننتقم، بالميراس هيبقى جاي برضو محمل بنفس الدوافع ان هو ينتقم. بالظبط كده. ماتش هيبقى صعب،
بالميراس غير كتير من تشكيلته لواجهة منتخب الواجهة الاهلي. انا لسه دماغي مع منتخب مصر. معلش بتحصل لينا كلنا. في بيتها برضه. في بيتها منتخب مصر والاهلي كله بيمثل مصر بالظبط. غير كتير من التشكيل اللاعب الاهلي في فبراير الماضي. في 29 لعيب مشيوا من صفوف بالميراس، ابرزهم مثلا لويس ادريانو المهاجم البرازيلي، ابرزهم ويليان. في عدد من العناصر انا كاتبهم هنا برضه عشان من لويس ادريانو، جابرييل باربوسا، فيليب ميلو ده نجم عظيم جدا كان بيلعب في يوفنتوس، كان كلهم من الراحلين، ده كله مشي، ولكن ضم عدد جديد من اللعيبه المهم بقى مميزين جدا جدا. بس لديهم من الخبره الكافيه ولا احنا بنتكلم ان برضو لسه ما عندهمش الخبره؟ لا، فده يحسب لصالحهم. اغلبهم من اللعيبه الشباب. اوكي، اغلب اللعيبه اللي انضمت من اللعيبه الشباب، ولكن هو عنده عدد من اللعيبه القديمه اللي عندها خبرات، ابرزهم مثلا على سبيل المثال ماركوس روكا. ماركوس روكا الظهير الايمن رقم 2 وهو قائد الفريق، عنده 33 سنه، ده من اميز لاعبي بالميراس على الاطلاق، يعني حد كده عامل زي دانيال الفيس في برشلونه. يعني كبير وخبير ومخضرم، عامل زي احمد فتحي مع منتخب مصر، عصام الحضري، عامل زي، فاهم قصدي، عامل زي محمد الشناوي دلوقتي مع الاهلي. عنده عدد كبير من اللعيبه. برضو لازم اشير الى انه المدير الفني عنده مرونه تكتيكيه في تنويع اللعبه ما بين 4 2 3 1 و 3 4 3 على حسب طريقه لعب الفرقه اللي قدامه. لعب 3 5 2 في بعض الماتشات في الدوري البرازيلي بس ما كملش عليها كتير. مثلا ويفرتون اللي هو حارس المرمى اللي واجه الاهلي في شهر فبراير الماضي، ده دلوقتي قاعد دكه ما بيلعبش. دلوقتي اللي بيلعبه مارسيلو لومبا، ده عنده 34 سنة، وفينيسيوس سيلفستري ده عنده 26 سنة، والاثنين حراس مميزين جدا، دولت الاثنين اللي بقوا بيلعبوا بشكل أساسي مع بالميراس. خلينا واقفين عند النقطة دي ونستأذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل كلام. اتفضل. في الفاصل كده كان في حديث ودي يعني ما بيننا احنا التلاتة، كنا بنتكلم، عملنا مقارنة ما بين ظروف منتخب مصر والأهلي، ولقينا إن في نقاط كتيرة جدا بتجمعهم، بس هي النقاط ممكن نقول عليها مش أحسن حاجة. خلينا خالد نتكلم في ده، ما يجمع فعلا أو الكومن ما بين المنتخب والظروف اللي مر بيها المنتخب وأيضا ما يمر بيه حاليا النادي الأهلي. هي النقطة الكومن الأبرز بغياب في المباراة الأولى، غياب 15 واحد عن مباراة مونتيري، واعتماد موسيماني اللي أنا شايف إنه مدرب عظيم طبعاً جداً. جلسات التقطيع في موسيماني والناس اللي بتقول، حتى السوشيال ميديا اللي بتطالب، انه انا عايز اعرف بس الناس بتفكر ازاي. ما علينا، لا بص، انت عمرك ما هترضي الناس كلها، يعني مهما جه ده مانويل خوسيه نفسه كان الناس بتنتقده، ده ناسي وكان رائع، ده عمل مع الاهلي ما لا يعني لم يسبق، فعادي عادي. سيبك من موسيماني. الرسل انتقدوا يا استاذ. الرسل نفسهم. والله ده حقيقي فعلا. يعني سيبنا من موسيماني، لان انا كل واحد ليه قناعاته الشخصيه، انا قناعتي الشخصيه انه من غير الروح بتاعه الفانيله الحمراء، من غير روح لعيبه النادي الاهلي، ومن غير قياده موسيماني الذكيه، لازم نحط خط تحت كلمه ذكيه، فنيا ممكن كنا مش لا مش ايه لا فنان كنا حتى كويسين، لان احنا تكتيكيا في الملعب كنا مسيطرين دفاعيا، بنروح بهجمات مرتده منظمه جدا، كنا اخطر بكتير من مونتيري حتى في فتره جس النبض في اول نص ساعه في المباراه. هددنا مرماهم بثلاث او اربع كور، منهم كره طاهر، محمد طاهر الخطيره جدا اللي كانت من نقطه البنالتي اللي شطف نص الجون. فلا احنا حتى فنيا وتكتيكيا كنا افضل بكتير من مونتيري، ولكن مع الوضع في الاعتبار ان احنا كان غايب من الاهلي 15 لاعب. هي نفس الظروف اللي عانى منها منتخب مصر اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. منتخب مصر وصل في مرحله من المراحل ان هو غايب من عنده 8 لعيبه اساسيين في صفوف المنتخب. طبعا روح منتخب مصر وصلت روح اللاعبين وصلت منتخب مصر الى الفاينل، وروح منتخب مصر هي جزء لا يتجزا، او روح الاهلي هي جزء لا يتجزا من روح منتخب مصر. طول عمرنا بنعرف انه القوام الاساسي للمنتخبات الوطنيه اهلي وزمالك، ولكن في قاعده ثابته بتقول انه الاهلي بمن حضر
بتقول انه روح الفانيلا الحمراء ملوك التسعين، كل الشعارات الجميله اللي احنا بنسمعها دايما عن الاهلي دي موجوده وواقع ثابت لا فصال فيه. صح. اي حد بيشكك في الكلام دوت انا اشك في قراءه عقليه. ارجع لتاريخك بقى، ارجع للتاريخ بالظبط كده. فلما يبقى عندك غايب 15 لاعب هيرجع بعض منهم في مباراه بالميراس، معرفش هيبقوا جاهزين يلعبوا ولا لا حسب الرؤيه الفنيه لموسيماني او بيتسو موسيماني المدير الفني للجنوب افريقي، بس هم هيكونوا موجودين يدفع بيهم او لا على حسب احتياجاته بس للمباراه. جايين من ايه؟ هيبقوا موجودين بس جايين له من ايه؟ جايين من اربع ماتشات ضرب نار 120 دقيقه وركلات جايين من ضرب والله، جايين من خناقه مش جايين بالظبط. صحيح. بس خليني اقول مثلا انه انا عارف ان انا يعني الكلام ده ما ينفعش يتقال ولكن انا هقوله لانه يعني انا بحب كده جدا. هذا زوجي والله. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان يكون لي انا بالنسبه لي منتخب مصر يجب اي حاجه ثانيه، الاولويه دايما لمنتخب مصر. أوكي. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان ممكن يكون لي دور في ان هو ينهي المباراه قبل وصولها الى ركلات الترجيح ومنتخب مصر يكسب بالبطوله الثامنه ونعلق الكهارب وننبسط كلنا والكلام ده كله. ده ما حصلش. كنا من شويه بنقول ان كل حاجه ليها ابس اند داونز، كل حاجه ليها ايجابيات وسلبيات. من ايجابيات انه محمد شريف ما نزلش، انه على الاقل هيكون فت للمشاركه مع النادي الاهلي في مباراه بالميراس لو لحق ان شاء الله. هو واحد زي ايمن اشرف، انت كان عندك مشكله عظيمه جدا في خط الدفاع في المباراه الماضيه، كنت بتلعب بمحمد هاني سنتر باك عشان خاطر مفيش سنتر باكات لانه بدر بنون مصاب. عوده ايمن اشرف تضيف الى خط الدفاع اكيد، تلعب من غير راس حربه صريح، كنت بتلعب على المرتدات باعتماد على طاهر محمد طاهر في راس الحربه في مركز راس الحربه الصريح، لان ما عندكش راس حربه لان حسام حسن مصاب ومحمد شريف مع المنتخب. محمد شريف ما شاركش مع المنتخب كثيرا. طبعا محمد شريف قيمه كبيره، كنت زي ما بقول تاني كنت اتمنى ان هو يشارك، بس في طالما ما شاركش فدي ليها نقطه ايجابيه لصالح الاهلي مش لصالح المنتخب، للاسف الشديد المنتخب خسر، ولكن نقطتها الايجابيه لصالح الاهلي انه على الاقل لما يرجع هيبقى فت وجاهز ان هو يشارك مع النادي الاهلي فيعمل قيمه مضافه لخط هجوم النادي الاهلي في مواجهه فريق عنيف جدا زي بالميراس. يعني هنشوف قوه على الارض واصابات ولا لا؟ لا عنيف مش تدخلات عنيفه ولكن شرس، اقصد في التدخلات لأن بتاعته التدخلات قوي العنيفة بدنيا. مش بالزبط. يعني ما كناش حابينها وقت الكاميرون ابدا يعني. لا شفت ماتش الكاميرون كان عامل ازاي، هم شبيهين شويه للكوت ديفوار والكاميرون في قوه التدخلات والقوه البدنيه. خليني اقول انه ابرز نجوم بالميراس هو خط دفاعه، يعني لما جيت ببص كده على نجوم بالميراس، فلان الفلاني مدافع، فلان الفلاني ظهير ايسر، فلان الفلاني سنتر باك، ابرز نجومه باستثناء روني اللي هو المهاجم وباستثناء دودو اللي هو صانع اللعب، ابرز لعيبه ماركو روكا مثلا لسه كنت بقول لكم ظهير ايمن، اسمه خيمينيز حاجه سنتر باك، عنده عدد كبير جدا اللي هم الابرز في فريق بالميراس كلهم من خط الدفاع مع طبعا حارس المرمى. فاحنا هنشوف تدخلات بدنيه قويه، هنشوف تنظيم دفاعي جيد. في التنظيم الدفاعي ده انا ما عنديش شك ان موسيماني هيعرف يحط التشكيل المناسب وطريقه اللعب المناسبه عشان تواجه السيطره الدفاعيه او التكتل الدفاعي لبالميراس ده، ولكن في نفس الوقت من المهم ان انت يبقى عندك عناصر جاهزه قويه ودوليه زي محمد شريف في الخط الامامي، والاعتماد بقى على السرعات طاهر محمد طاهر لويس ميكيسوني، معرفش بيرسي تاو هيلحق المباراه بكره ولا لا، مش عارف هو هيلحق ولا لا، حسين الشحات، عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن يخدموا على محمد شريف بشكل كويس، وبالتالي يبقى لينا شكل هجومي افضل كمان، مع اني كنت بقول ان احنا شكلنا الهجومي كان كويس قدام مونتري، ولكن يبقى لينا شكل هجومي افضل كمان من مباراه مونتري. اتمنى ان هي تكمل على خير و نعدي بالميراس للمره الثانيه، اصل هي القاعده معروفه انت بتكسبهم مرتين وبعدين يكسبوك مره. احنا كسبنا يعني دي المره الثانيه بتاعتنا. ايوه دي المره الثانيه زي مونتري كسبونا مرتين وبعدين كسبناهم مره. ان شاء الله دي المره الثانيه بتاعتنا، نوصل بس الفاينل وبعدين لما نقابلهم ثاني يبقى يحلها ربنا. طب انا عايز اروح معاك شويه يعني للهلال، الهلال السعودي، لان ميركاتو وصفقات وحاجات جميله جدا. هل ممكن قدام تشيلسي نلاقي مفاجآت مثلا؟ فريق مرعب الهلال ومش متوقع للدرجه دي ابدا. لا مش متوقع، بس خليني اقول انه احنا شفنا قبل كده عناصر كتير او نماذج كتير لفرق
ما كانش متوقع ان هي تعمل حاجه وعملت. بس يوم ما بتعمل ما بتعملش 6-1. لا ما هو ما ما يعني انا ما احترمش دي عملت جدا قوي خالص. ده عملت قوي جدا خالص. بس ما احترمش شديد للجزيره. الجزيره فريق كويس. هو بيشارك بصفته صاحب الارض. اوكي؟ مش بصفته بطل اسيا زي الهلال. الهلال فريق قوي جدا. طبعا لا تقيل الهلال فريق وعريق طبعا. لا يا فريق مرعب. الهلال فريق مرعب. عنده عدد من اللاعبين الدوليين في منتخباتهم اللي جايين من اوروبا واللي جايين من امريكا اللاتينيه واللي جايين، فعندهم خبرات وبيعرفوا يلعبوا الماتشات اللي زي دي. لما يقابل تشيلسي انا مش متوقع انه تشيلسي هيبقى في نزهه. مش متوقع انه تشيلسي هيبقى رايح يكسب 3-4 ويتاهل للفاينل. لا، تشيلسي هيقابل منافسه عنيفه جدا من الهلال. الهلال الموج الازرق هيبقى ماتش حلو جدا جدا. الزرق قدام الزرق هتبقى الى زرق خالص. بس انا متخيل انه الهلال ممكن يوصل بانلتيز. طيب يعني انا متخيل انه الهلال ممكن يوصل بانلتيز. اتمنى ان شاء الله نكسب بالميراس يبقى الاهلي والهلال في الفاينل كده. ايه رايكم في القصه دي؟ يعني هو ده سيناريو لذيذ بس هايل. بس مش ده سيناريو هايل الصراحه. حلو قال لك سيناريو لذيذ. والله سيناريو لذيذ. طبعا يعني احنا والسعوديه اشقاء ان احنا نواجه فريق سعودي. اتمنى ان احنا نقابلهم في الفاينل مش في الثالث والرابع. انه نكسب بالميراس وهم يكسبوا تشيلسي ونقابل في الفاينل مش في الثالث والرابع تبقى قيمه مضافه للكره العربيه وتاريخ جديد بيكتبه الاهلي زي ما كتب تاريخ جديد قدام مونتيري ممكن يكتب تاريخ جديد في البطوله. على كل حال خالد نورتنا والله. فكره كانت جميله جدا ومفيده حقيقي. انا دايما مبسوط وانا معاكم. واحنا كمان بتنورنا وبتشرفنا وبنسعد بوجودك معانا. بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. انتهت اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. حضرات هنطلع فاصل سريع وبعد كده ارجع بقى مع حضراتكم انا والدكتوره دينا ابو السعود وحوار حول خلايا الدم وبتفاصيل بقى كتير بس ارجوكم تابعونا. يا اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. الفقره اللي هنتكلم من خلالها عن موضوع اعتقد ان هو مهم جدا. هنتكلم عن خلايا الدم. ايه هي اصلا خلايا الدم؟ ازاي بتتكون؟ ازاي بتتجدد؟ ايه هو فقر الدم؟ هل ينفع ان احنا ننقي دمنا من السموم عشان نقدر بقدر المستطاع نحافظ على صحتنا؟ هل ده ممكن يتعمل؟ يعني ده شيء قابل للتنفيذ ولا لا؟ كل دي اسئله عايزين نعرف لها الاجابات عليها، والاجابات موجوده بالفعل عند الدكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز اللي دايما بتنورنا في البرنامج. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. تسلم تسلم. هنتكلم النهارده عن حاجات مهمه جدا. طبعا. انا بس عايز في البدايه استاذنك في تفصيله كده. انا واحد من الناس عرفت على كبر ان فقر الدم مش معناه ان يبقى الشخص مثلا رفيع زي حالاتي. انا كنت معتقد ان الشخص اللي يتقال عليه ان عنده انيميا او عنده فقر دم لازم يبقى يعني جسمانيا رفيع. اكتشفت مؤخرا من كذا حد من الاصدقاء يعني معظمهم من الصنف المكلبط وكل يقول لك ده انا عندي فقر دم وعندي مشكله في صح. ده كان مفهوم مغلوط بقى عندي. طبعا مفهوم اكيد مغلوط. فقر الدم ومشاكل كفاءه الدم مش قصه ان الرفيعين، بالعكس. أوكي. خالص. الحقيقه ان الدم مهم جدا لجسم الانسان لان هو اعتقد الدم هو اللي بيحافظ على البشريه. ليه الدم مهم وبالنسبه لفقر الدم؟ طبعا جدا لان الدم هو وسيله المواصلات لنقل اي حاجه، بنعتبره التاكسي. هو اللي بينقل الاكسجين من الرئه للخلايا. هو اللي بيخلي خلايا الدم البيضاء بتمشي في الدم عشان تحارب اي فيروس او اي بكتيريا. يبقى لازم مناعتي تبقى كويسه. لازم الفيتامينات والمعادن يبقوا كويسين. هي اللي بتنقلي الفضلات والتوكسينز لحد الكبد للكبد والكلى عشان نتخلص منها. وهي اللي بتحافظ على حراره الجسم ثابته. فلازم لازم طبعا مهم جدا ان احنا نحافظ على كفاءه الدم ونحافظ على كرات الدم الحمراء اللي هنتكلم عليها. ازاي نقدر نحافظ على كرات الدم الحمراء وما تقلش معانا ونحافظ على الخلايا المناعيه. فالدم طبعا مهم لكل حد فينا بلا استثناء، ستات، رجاله، شباب. لان على فكره اكيد الستات بيجي لها فقر دم اكتر من الرجاله. عشان كده لما بنيجي نعمل السي بي سي بتاعنا بيبقى الست بنديها اقل شويه. لكن بتلاقي شباب دلوقتي عندهم فقر دم. اكيد. هو اصلا فقر الدم دكتوره دينا عباره عن ايه؟ يعني ايه فقر دم؟ فقر الدم الانيميا ان النخاع العظمه ما بيقدرش ان هو ينتج كرات دم حمراء بكفاءه او بنسبه عاليه. لازم كرات الدم الحمراء تتفرز من نخاع العظم
بتقعد 4 شهور وبعد كده بتروح على الجبهه الكبد يعني خلاص بتتجدد. يعني فقر الدم من عدم وهي كرات الدم الحمراء. طبعا يا اما النخاع بتاعنا ما بيفرزش كرات دم كفايه، يا اما بيفرزها وبتتلف بسرعه، فدي مشكله كبيره جدا. نقدر نعزز الكلام ده اكيد بالمكمل الغذائي يا كريم اللي جاي اتكلم عنه، ألب مالتي فيت. احنا مش عايزين يبقى عندنا فقر دم. طبعا فقر الدم هتلاقي كتير مثلا عندهم دوخه مش عارفين ان ده مشكله نقص كرات الدم الحمراء ونقص الاكسجين. عندنا كمان من الاعراض التعب المستمر، ضيق التنفس، الاكتئاب، الدوخه، كل الحاجات دي، اصفرار الوش. على فكره فقر الدم بيبان وشي مصفر، نمو تنميل في الاطراف، الاكسجين مش واصل لاطرافي. فنقدر نعزز كفاءه الدم سواء من فقر الدم او حتى نعزز من الانتي بوديز والخلايا المناعيه بألب مالتي فيت. ايه هو ألب مالتي فيت؟ الحقيقه مكمل غذائي رائع فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي تقدر تحسن لك جدا كفاءه كرات الدم الحمراء، فما نعانيش من انيميا. ما ينفعش ان احنا نعاني من انيميا، كل اجهزتي عايزه الاكسجين، كل اجهزتي عايزه الخلايا المناعيه، لان احنا عندنا دلوقتي فيروسز كتير وبنصاب بنزلات البرد كتير، فلازم نقوي دمنا، مهم جدا. طيب اشمعنى دينا بتقول ألب مالتي فيت؟ لان الحقيقه ألب مالتي فيت من 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 اهم الفيتامينات اللي تقدر تستهدف وتنت. طبعا مع الحديد انا هتكلم على ألب مالتي فيت، بس ده لا يغني عن ان احنا نعرف مخزون الحديد عندنا، مهم جدا، لان احنا نعمل السي بي سي بتاعنا على الاقل مره كل 6 شهور، نتاكد ان الهيموجلوبين ما بيقلش عن 12 للستات وما بيقلش عن 13 للرجاله. اوكي. ونتاكد من مخزون الحديد. مع ده هنستخدم ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي يا كريم. طبعا ألب مالتي فيت فيه اول حاجه مهمه لكفاءه الدم فيتامين بي كومبلكس، عائلة فيتامين بي من كلهم، يعني الثيامين مهم، فيتامين بي 1 والنياسين مهم جدا، حاجتين لإنتاج كرات الدم الحمراء، الفوليك أسيد اللي هو فيتامين بي 7 بلس الكوبالامين. الكوبالامين فيتامين بي 12 مهم جدا إن احنا ندعم كرات الدم الحمراء، لأن الأكل مش كفاية، يعني الأكل بتاعنا مش هيبقى كفاية يديني كل الفيتامينز دي. احنا شايفين حتى لو كمياته يعني حلوة مش كفاية. احنا يوميا مش معقولة كل يوم هناكل كذا كيلو لحمة مثلا، احنا يوميا محتاجين الفيتامينات دي. القرص اللي احنا شايفينه فيه كل الفيتامينز دي، عائلة فيتامين بي كومبلكس كلها، من فيتامين بي 1 2 3 5 7 6 7 و 9 و 12. عندي حاجة مهمة جدا كمان، الزنك. الزنك مهم جدا للمناعة. احنا كده زبطنا فقر الدم، عايزين نظبط الخلايا المناعية بتاعتنا والأنتي بوديز. عندي زنك داخل كبسولة ألب مالتي فيت، عندي فيتامين سي برضو مهم جدا للمناعة، عندي الكابر. الكابر اللي هو النحاس. يقولوا لي ايه احنا اول مره، طب سمعنا عن فيتامين بي كومبلكس، اول مره نسمع ان النحاس ده مهم للدم. النحاس هو اللي بيخلي كرات الدم الحمراء توصل للحديد، دي مهمه. بيقدر يوصل للحديد. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، حتى لو بناكل لحمه كتير ما بيحصلش امتصاص للحديد. بتشوف ناس لا انا عندي انيميا وباكل لحمه لكن عندي انيميا، خلي بالك من فيتامين سي بتاعك، فده مهم. اكيد المكمل الغذائي ألب مالتي فيت مهم جدا اقول انه موجود في جميع الصيدليات، لان دلوقتي على السوشيال ميديا عندي دكتوره دينا الاقي ألب فين، الاقي ألب فين، التليفونات للاستفسارات. انا احب جدا ان انا اشتري مكمل غذائي من الصيدليه، ده بيديني امان انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فباخده من الصيدليه، ده بيديني الامان الكافي انه اتعمل عليه تستات، فدي حاجة مهمة جدا. حلو. المكونات بقى اللي انت ذكرتيها دلوقتي يا دكتورة دينا، هل النسب بتاعتها تتناسب مع فكرة اللي انا فاهمه ان هو بيبقى حباية واحدة في اليوم، صح كده؟ طبعا طبعا. دي حاجة مشروعية في النسب المكونات؟ اول حاجه طبعا ألب مالتي فيت مختلف عن كل المكملات او معظم المكملات الغذائيه، هو النسبه الاعلى في الزنك، وانا بقول ان احنا بناخده قرص واحد في اليوم لايف تايم، ما فيهوش اي مشاكل، ومش لازم يكون اوريدي عندي مرض ما بشتكي منه.
لا لا، انت بتدعم دمك بيه، بتدعم طاقتك بيه، بتدعم مناعتك بيه. الستات تقدر تحلو معاه لان بيظبط جدا البشره والهالات السوداء، هتلاقي نفسها بعد فتره مش محتاجه تحط. طب احنا مالناش نفس نحلو؟ انت بقى معانا نحلو حضرات برضه، فرصه كويسه طالما المنتج بيعمل السحر ده. مهم جدا للشعر، لتساقط الشعر، مهم جدا للعظم. يعني هتكلم معاك ان شاء الله برضو في حلقه تانية عن هشاشه العظم، قد ايه قلب مالتي فيت مهم جدا لهشاشه العظم والحفاظ على كثافه وكتله العظم عندي، لانه بيحتوي على كالسيوم. اوكي طيب، برضو عايز اسالك على تفصيله كده، لان اكيد جانب كبير وناس كتير من اللي بيتابعونا رياضيين، سواء بيلعبوا بقى بشكل يعني رياضات ما بشكلها الكلاسيكي المتعارف عليه، فرق وتمارين الى اخره، او الناس اللي هي مواظبه على مروحه الجيم. ايوه، الى اي درجه المنتج ده برضو ممكن يكون مفيد للشخص الرياضي بشكل عام؟ كل معظم الرياضيين ما بيلعبوش جيم غير بالمكملات الغذائيه. بروتين رقم واحد، بروتينات لحوم وكده. البيض حلو قوي، هتلاقي مثلا قبل ما بيروح الجيم او قبل ما بتروح الجيم، انا اختي بشوفها قبل ما بتروح الجيم الاقي عامله ست بيضات، اقول لها ايه اللي طالعه على الجيم؟ ايوه هي مقيمه هناك. لان البروتين مهم جدا جدا. مهم اي رياضي او رياضيه هتستخدمي او هتستخدم الب مالتي فيت، من اهم الفيتامينات لاي رياضي اول حاجه الزنك. الزنك مهم جدا لان هو اللي بيريح لي الياف العضله، فما بتحسش بالتعب العضلي بعد بعد ما بتتمرن كتير، يعني بيساعد على الاستشفاء. طبعا، طب الاستشفاء من التعب العضلي مهم. في الب مالتي فيت عائلة فيتامين بي كومبلكس لأي حد بيروح الجيم أو أي رياضي أو أي رياضية، لأن فيتامين بي كومبلكس هو سحر الأعصاب. مهم إن أنا أدعم أعصابي. بتلاقي مثلا إحنا خلاص أخذنا البروتين عشان العضلات، بس بتلاقي مثلا ولاد كتير بيحبوا يشيلوا أوزان. لو ما خدش ألب مالتي فيت اللي فيه كل عائلة بي كومبلكس، من زي ما انا قلت الكوبالامين والرايبوفلافين والفوليك اسيد، هتلاقي هو بيشيل الاوزان ايده بترتعش، اعصابه مش مستحمله. فعشان نعرف نقوي عضلاتنا ونعمل بنيان حلو، هناخد الب مالتي فيت عشان ما احسش بالشد العضلي وما احسش بتعب اعصابي وانا بشيل. مهم قوي فيتامين سي لكل رياضي، لانه فيتامين سي بيحول لي الاكل الطاقه، هو وفيتامين اي ومضادين للأكسدة. مهم الكالسيوم جدا للستات والرجال عشان أحافظ على بنيان عظمي. طبعا. فطبعا الرياضيين حلو قوي لو يتاخد بعد الفطار عشان الطاقة. يمكن كل الرياضيين عايزين طاقة إنهم يقدروا بيقعدوا بالساعتين والتلاتة في الجيم. طبعا. فعايزين طاقة. ألب مالتي فيت من أفضل المكملات الغذائية ليهم. المالتي فيتامينز هل من شأنها إن هي تساعد على فتح الشهية، فبالتالي زيادة الوزن للناس اللي عندهم النوع ده من المشاكل؟ انا قصه ان الفيتامينات بتخن دي، انا الفيتامينات انا خدت الب مالتي فيت وخسيت. لا، القصه دي مش صح خالص. أوكي. بالعكس، انت بتدي لك طاقه اكتر، بيعلي ميتابوليزم الجسم اكتر. بيعلي الحرق اكتر. بالعكس، انت بتحول الاكل طاقه. بيعلي الحرق اكتر معناه انه بيبقى بيخسس بقى اكتر. بيخسس طبعا. أوكي. بيساعد جدا على انقاص الوزن، لان الاكل ما بيتراكمش، ما بتحولش لدهون. هو الاكل على طول بتحول طاقه، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي كومبلكس، بيدي لك طاقه، بيدي لك مناعه وبتخس. قصه الحاجه الاكيده ان كده كده المكملات الغذائيه ليها اهميه كبيره، لان الاكل لوحده مش كافي انه يدخل جسم الواحد الكم المطلوب من الفيتامينز والمعادن الى اخره. والحديد يمكن اكتر ناس عرضه كمان للنبات، فقر الدم. دي قصه كبيره قوي، يعني فقر الدم يعني الاكسجين مش هوصل للخلايا، يعني هدوخ، يعني الاكسجين مش واصل للمخ. قصه كبيره. من اكتر الناس اللي بيتعرضوا للفيجيتيريانز طبعا، لان بياكلوا الحديد من النبات. النبات الحديد بتاعه رديء الجوده، مش بيمتص اصلا. حتى اللي بياكلوا اللحوم، يمكن ناس كتير عندنا ما بتاكلش، ما بتعتمدش على غداهم في اللحمه، فانت اكيد عندك نقص في فيتامين بي. الحلو ان فيتامين سي، فيتامين سي بيعلي لي نسبه الحديد، ودي حاجه مهمه. فالفيجيتيريانز اكتر عرضه، اللي ما بياكلوش لحمه كتير اكتر عرضه لفقر الدم اكيد. طب انت كنت يعني في مجمل اجابتك على سؤال يعني فات من شويه، قلتي مصطلح كفاءه الدم او كفاءه خلايا الدم. صح. الكفاءه دي تقصدي بيها ايه؟ كفاءه خلايا الدم، الدم مكون من
كرات الدم الحمراء الاريثروسايتس لازم دي تبقى كفاءتها عاليه وبنعززها بالالب مالتي فيت لان هي اللي بتنقل الاكسجين من الرئه للخلايا. تاني حاجه الليكوسايتس كرات الدم البيضاء اللي مسؤوله عن حرب الفيروسز اللي موجوده دلوقتي فدي مهمه جدا ان احنا ندعمها بالب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه. تالت حاجه عندي الثرومبوسايز الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه دي اللي مسؤوله عن تخثر الدم او تجلط الدم ويمنع النزيف عشان لما نيجي نتعور ما نقدرش دم نقدر ان احنا نلم الدنيا يتجلط. دي الثرومبوسايتس. والبلازما لازم كفاءه الدم تبقى عاليه في كله، مناعتي تبقى عاليه، كرات الدم الحمراء تبقى عاليه. هناخد الب مالتي فيت هيظبط لنا جدا كفاءه الدم، هيظبط لنا مرور الاكسجين في الخلايا، هيظبط لنا مرور الفضلات تطلع على الكبد والكلى ونتخلص منها. العبوه اللي احنا شايفينها ده قرص واحد بس يا كريم في كل الفيتامينات والمعادن دي هيتاخد يوميا. لازم اقول ان بيبعتوا لي كتير جدا جدا بنشوفك في قناه الاهلي ان يجيب الالب مالتي فيت فين، مش هتلاقوه عندي على السوشيال ميديا، هتلاقوه في الصيدليات. كلموا الصيدليه اللي عندكم، الساده الصيادله يقدروا كمان يطلبوه عن طريق بس الرقم، لكن انا احب المكمل الغذائي الحقيقي اخده من الصيدليه. ده مهم. طبعاً. جدا. انت كده بيدي لك الامان، انت بتبلع حاجه. لا وبعدين بقينا مؤخرا في قنوات ما يعلم بها الا ربنا بقينا نشوف اعلانات ما يعلم بها الا ربنا لمنتجات ما يعلم بها الا ربنا معموله كلها يعني ما فيش ذره شك انها معموله تحت بير السلم. لا بالظبط. يعني فطبعا شيء مهم جدا. لا ده خطر جدا على الصحه، خطر جدا. لازم اولا القناه اللي احنا بنطلع فيها قناه محترمه جدا، معروف عني من زمان بقالي 7 سنين لا يمكن اتكلم على حاجه غير وانا مجرباها وشايفه تراخيصها، والب مالتي فيت موجود في الصيدليات، فخلاص انت عارف ان قناه والدكتوره والتراخيص، فانت عارف ان هو امن ومعمول بكفاءه عاليه جدا. حلو. احنا اتفقنا ان هو بيتاخد قرص مره واحده في اليوم. هل قبل فطار او قبل غدا او قبل عشاء ولا لا؟ بعد الاكل بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، لان ايا كانت وجبه ايه مش فارقه. انا افطر بعد الفطار لان انا بتكلم على طاقه. اوكي طبعا. ولازم ندير طاقه. الطاقه يعني لسه واحده صاحبتي تقول لي مش عارفه يا دينا انا بنام 12 ساعه وبصحى عايزه انام تاني، بسمعها كتير جدا، فبقولها على طول جربي الب مالتي فيت. انت هتعيشي امتى؟ ده حلم صاحبتك عايشاه، ده حلم بالنسبه. ايوه. فقولها لا جربي الب مالتي. لا ده بيضايق كمان يا كريم الخمول، انا عايزه انزل، عايزه اشتغل، عايزه احقق اهدافي، عايزه اتعامل مع الناس، فلازم يبقى عندي اعرف ادير طاقتي. هعرف ادير طاقتي بايه؟ بالب مالتي فيت. بالمناسبه اكتر ناس عرضه ل نقص كفاءة الدم أو نقص كفاءة خلايا الدم اللي عندهم، هل في ناس معينة، مهن معينة، ناس بيتعرضوا لظروف معينة دي بتخلي كفاءة عندهم وحشة؟ زي ما أنا قلت، أول حاجة النباتيين اللي ما بياكلوش لحمة كتير، اللي عايشين في ناطحات سحاب، الأكسجين بيبقى قليل، كبار السن أكيد ده بيحصل لهم، اللي بيشربوا كتير المشروبات الغازية دي مشكلة، لأن المشروبات الغازية الكتير بتسحب الفيتامينات والمعادن. الله يطمنك. بتحبها؟ روح يا شيخ الله يطمنك. انا اللهم بلغنا اللهم فشل. شيء مؤذي يعني انا ما كنتش عارف مؤذي ليه بالتفصيل، بس لا ده لا الكل اجمع على ان هي مؤذي. انا كنت بحبه زيك كده، لكن خلاص انا يعني ممكن مره في الشهر مره في نفسي من نفسي كده اخد بق، لكن اكتر من كده بطلت. ايا كان لون المشروب. ايا كان لون المشروب. أوكي. ده بيمتص كل الفيتامينات والمعادن. انا محتاجه الفيتامينات اللي باخدها، محتاجه الب مالتي فيت استفيد بيه. الب مالتي فيت منتج قيم جدا، لكن نبعد عن مدمرات الصحه. ده اكيد ده في ناس فاهمه ان هو يعني مهضم المشروبات الغازيه بعد اكله جامده، يقول لك بقى هات لنا شويه كذا. أيوة. عشان نهضم. نهضم؟ لا الكلام ده مش صح. انت هتاخد ده، الاكل اللي انت اكلته اصلا لن يمتص، هو بيمتص كل الفيتامينات والمعادن بتاعتك. لا واكتر ناس كمان عرضه لقصه الانيميا او كفاءه الدم اكيد اللي عاملين عمليات تكميم وكده، طبعا بياخدوا نتيجه حلوه قوي وبيخسوا، بس الدكتور بيدعم لهم صحتهم بالفيتامينات والمعادن اكيد. واللي بيعمل دايت كمان او اللي بتعمل دايت، الست الحامل بتفقد كرات دم حمراء فده مهم، فهو امل كمان للسيدات الحوامل. هو بالمناسبه هل ده يتنافى او يتعارض مع فكره الدايت لو انت عامله دايت او واحده عامله دايت؟ اولا فكره المالتي فيتامين
تضر بالدايت اللي هي عاملاه ولا بالعكس الدعم؟ بالعكس الدعمه طبعا جدا جدا. كتير من البنات عاملين دايت وبيستخدموا ألب مالتي فيت عشان الدايت بيديك على طول وش اصفر، عندي هالات سودة، انا كسلانه، انا تعبانه، انا مش قادره انزل، انا ما عنديش طاقه. فاكيد ألب مالتي فيتامين هيدعم صحتهم جدا من حيث زي ما انا قلت الدم وكفاءه الدم، نضارة بشرتهم، عشان البنت اللي بتعمل دايت بتخس ووشها على طول بيبقى بهتان. لا انا مش عايزه ده، عايزاكي تخسي بصحه. هتخسي بصحه ازاي؟ او حتى هتخس بصحه ازاي؟ لان رجال كتير وشباب كتير محتاجين ده برضو. هتخسوا بصحه مع ألب مالتي فيت، زي ما احنا شايفين على الشاشه كنا قرص واحد فيه كل فيتامينات، فيتامين سي، فيتامين اي، كالسيوم، زنك، نحاس، بي كومبلكس بجميع عيلته. اي سن ممكن ياخد او ابتداء من اي مرحله سنيه ممكن يعني نخلي مثلا اولادنا ياخدوا المنتج ده؟ طبعا ألب مالتي فيت ابتداء من 13 سنه، اول ما تعرف تبلع تاخده على طول مفيش مشكله. لان كمان الحلو في ألب مالتي فيت ان انا بقول عليه لايف تايم، الفيتامينات والمعادن اللي قلتها ووتر سوليبل، الاكسيد منها بينزل عن طريق البول فما بخافش منه. اكيد فيتامين د المهم، بس فيتامين د لما نيجي ناخده تحت استشاره طبيب او بعد ما اعمل تحليل فيتامين د في الدم. هل في ناس عندها امراض مزمنه ما تمنع ان هم ياخدوا المالتي فيتامين ده او اي نوع من انواع المالتي فيتامينز؟ الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها ضغط؟ لا بالعكس، ده السكر والضغط مهم جدا يمشوا على ألب مالتي فيت، لان ألب مالتي فيت بيدعم لهم جدا نسبه السكر، يعني بيعمل توازن لنسبه السكر. اي حد مريض ضغط او قلب اوريدي الفيتامينز اللي فيه بيظبط نسبه الكوليسترول، الكالسيوم بيظبط انقباض مهم لعضله القلب، الكالسيوم مع المغنيسيوم عشان الانقباض والانبساط. مفيش حد ما يقدرش ياخد ألب مالتي فيت الا لا قدر الله لو في فشل كلوي بتستشير طبيب او بيستشير، او لا قدر الله لو في تليف في الكبد لا قدر الله برضه تحت استشاره طبيب، لكن كلنا بلا استثناء نقدر نستخدم ألب مالتي فيت. انا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كالعاده بوجودك معانا دكتوره دينا ابو السعود. شكرا ليكي ونشوفك على خير ان شاء الله الحلقات الجايه. واكيد الشكر موصول بقى لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم معانا خصوصا في الفقرة دي بالتحديد، وكلام كان مهم جدا عن الدم وعن خلايا الدم. شوفكم على خير إن شاء الله في يوم جديد و10 الصبح في الأهلي. إلى اللقاء.